السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس أتأكد إن البث موجود ولا لا. دعونا ننتظر دقيقة أو 5 دقائق نشوف إذا في متابعين. اليوم راح نتكلم عن المنح بشكل عام في أول لقاء مباشر، وإن شاء الله بنتكلم عن المنح التركية ومنح البنك الإسلامي بشكل خاص. وإذا هناك استفسارات حول المنح التركية أو منح البنك الإسلامي وغيرها راح نتكلم عليها إن شاء الله في هذا البث المباشر، سأجيب عليها خلال هذا البث. حلو جدا، ما دام فيه صوت وصورة واضح تمام. نشوف ننتظر بس 3 دقائق ونبدأ الكلام إن شاء الله. هي عبارة عن اللقاء عبارة عن دردشة حول المنح. أنا عارف إنه الكثير يتكلم عنها، لكن إن شاء الله بنخرج بشيء جديد ومعلومة مفيدة للمتابعين. أي حد عنده تعليق بيضعه في خانة التعليقات وإن شاء الله بنجيب عليه. أود التأكيد إنه الأسبوع الجاي معانا لقاء عبر الزوم مع باحثين ومختصين وناس تخرجوا في الصين ودرسوا في الصين في المنح الصينية. راح يكونوا معانا في الزوم اللي مهتمين بالمنح الصينية، نلقاهم الأسبوع الجاي إن شاء الله بحيث يجيبوا على أوراقهم واستفساراتهم بإذن الله. في البداية أحب أن أشكر الجميع المتفاعلين والموجودين وغير الموجودين والباحثين عن الفرص بالدراسة بالخارج. لمن يريد أن يحصل على مثل هذه الفرص، كل واحد له هدف في الحياة، وإن شاء الله بنساعد بتحقيق هدفكم من خلال المنشورات اللي بيتم بثها في الصفحة. طبعا اللي بيسألوا كثير جدا حول المنح التركية ومنح البنك الإسلامي، لذلك حاولنا في هذا البث إنه نختصر ونجيب على معظم الاستفسارات اللي بتنسأل. اللغة الإنجليزية في المنح بخصوص منحة البنك، إن شاء الله بنتناول كله إن شاء الله. ماري في لندن، أهلا وسهلا عمر الشيخ، حسام العلوي، أنت من حتى بنت اخترت تخصص محاسبة وتمويل تمام، بنتكلم عليهم إن شاء الله. وفي حاجات جديدة جدا ظهرت اليوم طلعت عليها أثناء البحث عن المنح، مثل المنح البنك الإسلامي والمنح التركية. طيب هنبدأ بعد دقيقة من الآن نتكلم، وكل واحد يطرح الأسئلة. أنا بشوف جميع الأسئلة إذا في أسئلة. يعني إيش المتطلبات الأساسية للحصول على المنح؟ إيش المتطلبات الأساسية للتقديم بالمنح التركية؟ إن شاء الله يا منار بتشوفيهم اليوم الأجوبة. والطالب من أجل الحصول على منحة ما هي الشروط؟ تمام يا مالكة، بنجيب عليها إن شاء الله، بس ال5 دقايق الأولى عشان يدخلوا الناس إذا يستفيدوا من أجل نبدأ يعني بإذن الله. شهاب الرميصي بارك الله فيك ولك. بسم الله، أذكر الآن بنبدأ بثنا المباشر.
نرحب بالجميع المتابعين، وأهلا وسهلا فيكم في أول لقاء مباشر حول المنح الدراسية بالخارج وتركيا والبنك الإسلامي بشكل خاص. طبعا في البداية أتطرق إلى إيش المنحة الدراسية وإيش الأساس اللي هم الواحد يبدأ يبحث عن منحة، وبعدين بنتكلم عن المنح التركية، بعدها بنجي إلى منحة البنك الإسلامي ونحاول نوضح بعض النقاط، والنقاط اللي مش واضحة أيضا بشوف التعليقات ونرد عليها. أولا قد يسأل سائل إيش المنحة الدراسية، يعني في الحقيقة بتصلني مثل هذه الاستفسارات، يعني بيجي واحد يسألني إيش المنحة، يعني في ناس كثير مش عارفين ما هي المنحة الدراسية. المنحة الدراسية ما فيش تعريف رسمي لها، لكن اجتهاد شخصي ممكن نقول على إنها منحة أو تعطيك تمويل لإكمال دراستك سواء بالخارج أو بالداخل. التمويل هذا قد بيكون كلي أو جزئي. إيش معنى تمويل كلي؟ التمويل الكلي معناه إنك بتحصل على تمويل كامل لدراستك، يعني بتحصل على مقعد دراسي مجان، بتحصل على راتب شهري، بتحصل على تذاكر سفر، سكن، تأمين صحي. هذه منحة شاملة مثل المنحة التركية، منحة الصين، اليابان وغيرها. وفيه منح بتأتي منح جزئية، هذه المنح بتعطي مقعد دراسي أو جزء من الرسوم الدراسية تسمى جزئية. طيب هذه تعريف المنحة. كيف أبدأ أنا بالحصول أو الحصول أو البحث بالحصول على منحة دراسية؟ لكي تحصل على منحة دراسية، أولا يجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية جيدا، هذا مهم جدا. ثاني شيء يجب أن تجهز وثائقك بالشكل المطلوب، تعملهم سكانر اللي هي جوازك، شهادتك كامل، شهادة التطوع، شهادة مشاركة، كلها يجب أن تكون واضحة ومن أجل وبسكانر، وكل واحدة مسمى باسمها، يعني ما تجيش تسميها 1 2 3 وقت تحميل الأوراق مش أنت عارف إيش هي. تمام. الشيء الأهم أيضا إنه الصورة الشخصية، لو ما بتقدم أنت للمنحة ما تحطش صورة حفل تخرجك ولا تتصور سيلفي في سيارة أو كذا، هذه أيضا بتعطي انطباع إنه أنت مش جاد بالبحث عن المنحة وربما تكون سبب في رفضك، لذلك حاول تستخدم صورة شخصية تعبر عنك يعني. طيب أنت وثائقك جاهزة، سكانر ومرتبة وصورتك وكل شيء مرتب، كيف تبدأ بالبحث عن المنح؟ طبعا كل منحة معها مصدر ومعها لينك وتوصل لهذه المنح وتقرأ عنها وبعدين تبدأ عملية التقديم. لكن هنا أحب أن أقول بأنه لازم ترتب بياناتك في نموذج معين، تعمل لك نموذج خاص فيك، في هذا النموذج تسجل جميع بياناتك الشخصية مثل الاسم، العنوان، تاريخ الجواز، إصدار الجواز في ملف وورد، وأيضا تسجل بيانات العنوان، بيانات المدرسة، بيانات الجامعة، وأيضا تعد موتيفيشن ليتر اللي هي رسالة حافز، كلها تضعها في نموذج. ليش؟ عشان أي فرصة موجودة بيكون عليك سهل جدا التقديم، يعني فقط تعمل نسخ لصق وقدمت بسهولة، بتسهل عليك عملية التقديم بشكل غير طبيعي. طبعا هذه بس مقدمة بسيطة عن المنح بشكل عام. لكن عندما نتكلم عن المنحة التركية، طبعا المنحة التركية مشهورة جدا، وهناك حوالي 5000 منحة سنويا بيتنافس عليها من كل أنحاء العالم، بيتنافسوا على المنحة التركية. طبعا هناك 3 أنواع للمنحة التركية. النوع الأول اللي هو المنحة المشهورة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهناك المنحة البحثية اللي هي بعد الدكتوراه، وهناك منحة الوقف أو الديانة التركي اللي بتستهدف طلاب الثانوية العامة يدرسوا في مدارس الأئمة والخطيب، وبتستهدف طلاب الدراسات الإسلامية. طيب أولا مرحلة البكالوريوس، عندما تريد تتقدم للمنحة التركية لمرحلة البكالوريوس يجب أن لا يزيد عمرك عن 21 عام، يجب أن يكون معدلك لا يقل عن 70. أيضا لو تريد تدرس طب لازم يكون معدلك فوق 90 لو تريد هذه المرحلة البكالوريوس. طبعا إيش اللي بي ال كما هو مبين في موقع المنح التركية، بيقول لك إحنا
بنركز على الأشياء التالية اللي هي إيش؟ مستواك الأكاديمي اللي هو معدلك وتحصيلك، رسالة الحافز، كيف رسالة الحافز عندك اللي هي مهمة جدا، إنه لازم تكون اختيارك للتخصصات ورسالة الحافز مناسب جدا، هذه بيركزوا عليها. وبيركزوا عندك توصيات، عندك شهادة تطوع وعمل، هذه بيركزوا عليها كثير في المنحة التركية لمنحة البكالوريوس. فالماجستير لازم يكون معدلك 75 وفوق، والدكتوراه كذلك لازم يكون عندك خطة بحث ومعدلك فوق 75، وعمرك للماجستير لا يتجاوز 30 وللدكتوراه 35. طبعا لازم يكون البحث محدد حول قضية أو موضوع معين، وتكون مركز في اختيار التخصص مع رسالة الحافز وكذلك خطة البحث. مش تفعل التخصص في الماجستير 3 أو 4 تخصصات ورسالة الحافز في موضوع ثاني، لا، حاول تكون مركز في اختيار التخصصات. طبعا كثير بيسأل إيش اللي بيزيد فرصة نسبتي في الحصول على منحة الماجستير. في المنحة التركية بصراحة ما فيش المعايير اللي أستطيع أجزم إنها موجودة، هي المعدل، هي رسالة الحافز، هي شهادة المشاركة وهذه الأشياء، وفي الأخير والأول في الحظ بيلعب دور. لكن ما لاحظته إن الكثير بيبحث عن المنحة الطبية. منح الطب في تركيا مش كثيرة، يعني ممكن لكل بلد 3 4 منح، منحتين بالكثير للطب، وأكيد بياخذوا أصحاب المعدلات العليا واللي كتبوا رسالة حافز ومميزين. فلذلك عند اختيارك للمنحة التركية لأي مرحلة للبكالوريوس، ضروري تختار التخصص بما يتناسب مع معدلك وبما يتناسب مع رسالة الحافز التي ستكتبها. لازم تكون دقيق جدا وبإذن الله بتتوفق. طبعا الشيء المهم اللي أذكره في المنحة التركية إنه لا تخليش الأمل كبير، يعني أنت قدم فيها وانتظر حظك، إذا لك مكتوب حظ بتاخذها يعني. لكن ما لاحظته من خلال السنوات السابقة إنه الكثير يقدم على المنحة التركية وكأنه مقبول، يعني خلاص منتظر للقبول وبيبني مستقبله، وعندما تطلع النتائج بيتفاجأ. لا، أنت قدم على المنحة وابذل جهد وتوكل على الله، والنتيجة إذا جاءت فألف مبروك، ما جاءتش قدم على الفرص الأخرى، في فرص كثيرة جدا. لكن إذا ما توفقت في مرحلة البكالوريوس، ادرس في بلدك وحاول تجيب معدل عالي، وبعدين في الماجستير والدكتوراه المنح بتكون أكثر بكثير من مرحلة البكالوريوس. طيب، في نوع ثاني من المنحة التركية اللي هي منحة البحث. منحة البحث هذه اللي ما بعد الدكتوراه، وهذه مفتوحة 4 مرات في السنة. يشترط فيها إنه الطالب يحصل على قبول من أحد البروفيسورات في الجامعات التركية. إذا عندك قبول وبروبوزل، خلاص بتاخده وتقدم، والقبول فيه مرتفع جدا لأنهم بيدعموا البحث. المنحة الأخرى اللي فتحت بداية شهر 2 الآن، في منحة جديدة اللي هي منحة الوقف، الديانات الوقفية بتركيا، وتستهدف طلاب الثانوية اللي بده يدرس، اللي يريد يدرس الثانوية العامة في مدارس الأئمة والخطيب، أو يريد يدرس دراسات الإسلامية بكالوريوس. هذه مفتوحة وبينتهي التقديم عليها في 15/3، وإن شاء الله بننزل الرابط حقها اليوم أو بكرة في الصفحة. هذه المنحة التركية بشكل مختصر، وبنجيب على الأسئلة إذا في أسئلة حولها. بعدها بنأتي إلى التقييم في المنح التركية. كيف بيتم التقييم؟ في مرحلة التقييم بتمر على 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو بيشوفوا اللي تنطبق عليهم المعايير أو ما تنطبقش عليهم المعايير. من تنطبق عليها المعايير بياخذوه للمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية مختصين بيفحصوا الملفات وبياخذوا الأعلى، يعني اللي هم شورت ليستنج يسموها، اللي هم الطلاب اللي مهيئين او مرشحين للحصول على المنحة، ويعطوهم يعني رسالة او ايميل انه انتم انقبلتم في المرحلة الاولى.
وبعدين في المرحلة الثانية بتتم عملية المقابلة اللي هي من 10 إلى 15 دقيقة للمقبولين. هذه المرحلة اللي قبل النهائية، وبناء عليها بيتم قبول الطلاب في المرحلة النهائية. هذه كله عن المنح التركية، وبشوف إذا في أي استفسارات راح نرد عليها. نسبة القبول. طيب نأتي لحاجة ثانية، البنك الإسلامي. هذه مهمة جدا، منح البنك الإسلامي للتنمية. طبعا هذه المنحة ما كانت مشهورة بالشكل الموجود الآن، بالرغم أنها موجودة من نهاية التسعينات، والبنك الإسلامي بيعطي منح كثيرة جدا. البنك الإسلامي بيدعم أيضا كل أنواع المنح، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ما بعد الدكتوراه، وأيضا بيدعم الدبلوم المهني. بيدعم كل أنواع المنح البنك الإسلامي. وهذه من البنوك الرائعة جدا، واللي أنا أقدرهم إنه بيهتموا بالتعليم وبيهتموا بالبحث العلمي وبيعطوا منح دراسية. طبعا في البنك الإسلامي فيه نوعين من المنح لمرحلة البكالوريوس. نوع واحد مخصص للدول النامية في مرحلة البكالوريوس. البنك الإسلامي يستهدف الصنفين في مرحلة البكالوريوس، واحد اللي هو الدول النامية، والدولة العربية اللي موجودة فيها كما هو موجود عندي هي اليمن وغيرها من الدول الأخرى. والنوع الثاني من المنح هي الدول الإسلامية جميعها. فبالتالي إذا كنت من اليمن فمعك خيارين، الخيار اللي هو حق الدول النامية أو مرحلة البكالوريوس، وبتستطيع تقدم على واحدة فقط منهم، فاختار إن المنحة للبكالوريوس العامة أو المنحة الخاصة. طبعا المنحة الخاصة أعتقد إن فرص القبول فيها أكثر. هنا عندي ملف اللي هي أفغانستان وبنغلاديش ودول كثيرة جدا ومنها اليمن. هذه نوع، والنوع الثاني لجميع الدول الإسلامية. إذا كنت من الدول غير اليمن قدم على النوع الآخر، لأنك عندما بتختار الدول اللي هي النامية وتحاول تقدم عليها وأنت من الأردن ولا من الجزائر ولا من أي مكان بيتم الرفض. فلذلك يعني ضروري تكون بس محدد إيش تختار وتعرف إيش تختار. طبعا البنك الإسلامي المميز فيه إنه بيدعم جميع التخصصات، وبيدعمك إذا تريد تدرس في بلدك أو تريد تدرس في خارج بلدك. طبعا هنا بعطي معلومة مهمة جدا عن البنك الإسلامي. العام الماضي مثلا، مش واضحة في الموقع حقهم، بس العام الماضي اللي انقبلوا في البنك الإسلامي اللي أعرفهم وتواصلوا معي إلى تركيا 3 أنواع. واحد، طريق التعليم العالي التركي، كشف عن طريق التعليم العالي التركي، وتم قبولهم والتنسيق لهم بالقبولات، ودخلوا في جامعات محترمة، في جامعات راقية جدا وتخصصات طبية وطب بشري وطب إنجليزي، وتم قبولهم عن طريق التعليم العالي التركي بينهم وبين البنك الإسلامي للتنمية. النوع الثاني من المنح اللي تمت عن طريق البنك الإسلامي إلى تركيا، تم تحويلهم عن طريق المنح التركية، وأعتقد أنه كثير ما يعرفوش عن هذا الشيء. البنك الإسلامي العام الماضي قبل طلاب وحولهم للمنح التركية، وفتحوا لهم التسجيل بعد انتهاء التسجيل في شهر 9، فتحوا لهم عن طريق الموقع، ومنهم بعض الطلاب اللي ساعدتهم أنا وتم قبولهم، والحمد لله الآن بدأوا بالدراسة. وفي نوع ثالث أيضا من البنك الإسلامي انقبلوا في تركيا، اللي بيقول لهم البنك أنت حصلت على منحة لكن عليك توفير القبول. هذه بس مثال على منحة البنك الإسلامي اللي هي البكالوريوس اللي تمت إلى تركيا. وفي أيضا الماجستير وفي دكتوراه فيما بعد الدكتوراه. البنك الإسلامي اللي هم عن طريق المنحة التركية وعن طريق التعليم العالي التركي مثلا، البنك والمنح والتعليم العالي التركي نسقوا القبول، يعني الطالب ولا فعل شيء، هم نسقوا القبول، نسقوا له التخصص، حصل على كل شيء. طيب البنك الإسلامي أيضا عنده عدة أنواع من المنح. المنح بيتم بعضها يقول لك قرض حسن، بحيث إنه بعد ما تتخرج تدفع 50% من اللي تم صرفه عليك وتدفعه من راتبك،
وفي بعض المنح بيتم ما بيطلبوش منهم القرض الحسن هذا ولا وقعوا تعهد. فبالتالي هي في كل الحالات تعتبر دعم رائع جدا، كونهم بيدعموا تخصصات كل التخصصات. في البنك الإسلامي للتنمية هنا للطلاب اللي هم من السعودية، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، فلسطين، تونس. من هذه الدول السنة هذه وقع البنك الإسلامي مع فرنسا على 200 منحة دراسية للدراسات العليا بتتم في فرنسا، وأعتقد أن التسجيل عليها بدأ، وبإذن الله بحاول أنزلها. هذه وجدتها اليوم عند البحث عن البنك الإسلامي، وحصلت أن هناك منح إلى فرنسا من البنك الإسلامي للتنمية تم التوقيع عليها هذا العام، لكن الدول العربية التي يحق لها التقديم في هذه المنح هي السعودية، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، فلسطين، تونس. هذه الجنسيات يحق لها التقديم على منحة البنك الإسلامي إلى فرنسا. طبعا التقديم لمنحة البنك الإسلامي مش صعبة، يعني سهلة جدا، وأي استفسارات راح أشوفها في التعليقات وبرد عليها. طيب بنشوف موضوعنا الأخير. طبعا البث اليوم هو بس تجريبي، بنشوف إيش بيكون. بشوف الاستفسارات، إذا عندكم استفسارات بنخصص لها وقت أكبر وبنرد عليها. أجو إلى نقطة اللغة الإنجليزية في المنح. شوف النقطة، اللغة الإنجليزية في المنح مهمة جدا. يعني أنا كما قلت في بداية اللقاء إنه أول ما تبدأ تبحث عن منحة تعلم اللغة الإنجليزية. ليش؟ لأن تعلم اللغة الإنجليزية مفيد جدا في كل مسيرتك التعليمية وحياتك. يعني إذا أتقنت اللغة الإنجليزية بتحصل منح تبحث، وأيضا بتكون سهلة عليك دراستك والبحث، وكل شيء بيكون عليك سهل. لذلك أنصح أي واحد سواء بيدرس على حساب الشخصي أو منحة لازم تبدأ تتعلم اللغة الإنجليزية. محمد حسن يبحث عن الزوم. نعم الزوم بيتم بس للأسبوع الجاي بننزله إن شاء الله. بخصوص منحة البنك الإسلامي، أنا اخترت تخصص محاسبة وتمويل في جامعة الملكة ماري في لندن، هل التخصص يناسب تخصصات المنحة؟ الماجستير، لحظة بشوف الماستر. التخصصات الماجستير هي عندي كامل، خليني أطلع عليها وأعتقد إنها موجودة. شوف تخصص الماجستير اللي هي بالزراعة المستدامة في التعليم، جودة التعليم، تدريب عالي، تغيير المناخ، الطاقة، المدن المستدامة، النمو المسؤول، إدارة المخلفات، النمو السكاني، الكيمياء ومشتقات التنوع البيولوجي، الماء والنظافة، الصحة، التلوث بالبلاستيك. هذه هي التخصصات لمرحلة الماجستير. أيضا تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والتمويل المصرفي الإسلامي. أكيد إنه المحاسبة بيدخل في هذا الجانب اللي هو إيش؟ سوق رأس المال الإسلامي، الجوانب الشرعية والتشغيل، الصكوك، التمويل الأصغر، إدارة الزكاة، إدارة الأوقاف. وفي معاك العلوم الاجتماعية المتعلقة بالتنمية اللي هي علم الاقتصاد الدولي، الصحافة، القانون، العلوم السيادية، ريادة الأعمال والتجارة. معناته تخصصك بيدخل في العلوم الاجتماعية المتعلقة بالتنمية يا حسام. لحصول الطالب على المنحة ذكرناها. نسبة القبول في المجال الطبي يا منار مش قوية، يعني بحسب معدلك. هل يمكن تقديم بإفادة تخرج المنحة التركية؟ نعم يمكن، إذا عندك إفادة إنك راح تتخرج قبل شهر 8 هذا العام، نعم تستطيع تقدم، ويفضل يكون عندك سجل الدرجات. وهبي، شكرا يا وهبي. منحة البنك الإسلامي، أنا أعيش في تركيا وخريج 2018، هل ممكن أقدم؟ نعم ممكن تقدم، ليش لا؟ يعني أنا أعرف ناس العام في تركيا وكانوا في جامعات وقدموا عليها وحصلوا عليها. رابط الزوم للمنحة الصينية بيكون إن شاء الله متاح قبل اللقاء بيوم أو بنص ساعة. ما بعد الفوز الإجراءات أو أسامة؟
بعد ما تفوز بالمنحة خلاص هم بيكون إيميلك عندهم، بيتم التواصل معك ويعطوك كل الخطوات اللي هي بتروح تحصل فيزا وتوقع عقد المنحة، وبعدين بيدولك تذاكر السفر، وبعدين توصل بالسلامة إن شاء الله. كل شيء بيكون سهل إذا حصلت المنحة. هل قسم إدارة المؤسسات متوفر في المنحة التركية؟ شوفوا في المنحة التركية عندما تقدم تخصصك بيطلع لك إيش التخصصات اللي ممكن تقدم عليها، فبالتالي لازمك تبدأي تقدمي يا روبا، وبعدين بتعرفي إذا ممكن تخصصك بيتاح أو لا، وما هي التخصصات اللي ممكن تقدمي عليها. إذا مش متاح ما بتقدريش تقدمي. يعني بشكل عام هل كل المنح تشترط اللغة الإنجليزية؟ لا، مثلا تركيا ما بتشترطش، دول التبادل الثقافي ما بتشترطش، الصين ما بتشترطش يعني، بس إذا عندك إنجليزي بتكون فرصتك أكبر يا شهاب في عدة دول. أنا خلصت السنة الأولى بالماجستير ببلدي بنسبة 70%، وبدي أقدم على مرحلة تركيا، هل في أمل إني أنقبل؟ بس للماجستير مطلوب 75 يا العالم، ما المنحة التركية ما تستطيعش. أنصحك تقدم على منح أخرى، البنك الإسلامي بيقبل 70 وفوق، والصين وغيرها. ما أحمد بالعربي واحدة بالتركي عادي، بس يفضل تكون بلغة واحدة عشان اللي يفحص ملفك يكون بلغة واحدة يعني. فأعتقد يكفيك التوصيتين باللغة العربية. وضح زكي بيقول أريد تقدم لمنحة ماجستير، تخرجت قبل أسبوع، تفاصيل ممتاز، تقدر تقدم بس بإفادة وسجل الدرجات يا وضح زكي. تقدم على منحة دكتوراه إذا عندك ماجستير وعمرك يا أم فاطمة أقل من 35 سنة لتركيا، بتقدري تقدمي، وبتقدري تقدمي لمنحة البنك الإسلامي، وبتقدري تقدمي لتركيا، والدكتوراه منحة على فكرة أكثر المنح المتوفرة، بس بيعتمد على تخصصك، بيعتمد على خطة بحثك، وبيعتمد إذا عندك لغة تقدري تراسلي أو لا. هل منحة وقف الديانة التركية للذكور والإناث؟ للجميع، للجميع نعم، ما فيش في تركيا تفرقة بين الذكور والإناث في المنح كلها يعني. فبالتالي منح وقف الديانات التركية بإذن الله اليوم بنصيغ بوست وننزله بالصفحة، شروط والرابط حقه لمن يريد أن يقدم، بينتهي التقديم على 15/3، وكما قلنا وقف الديانات هذا بيهتم باللي يريد يدرس الثانوية العامة، يعني كمل الإعدادية وبده يدرس الثانوية العامة في تركيا في مدارس الأئمة والخطيب، أو يريد يدرس بكالوريوس في الشريعة الإسلامية. عمرو الشيخ قدمت السنة الماضية بس ما انقبلت، أعتقد كان سبب خطاب إنه الخطة الدراسية، والآن عدت التقديم بس نفس المشكلة، ما فهمت إيش أسوي في موضوع الخطة. فالخطة أنا نزلت لكم نماذج كثيرة جدا استفيدوا منها، وحاول تكون مركز على بحث معين، وتكون يا عمرو الشيخ خطتك تناسب مع معدلك وتناسب مع التخصص اللي تريد تدرسه يعني، واستفيد من ناس آخرين يعني. وممكن تراسلني يوم الأسبوع الجاي وأنا بشوف فرق. نتائج المنح إذا تقصد تركيا يا الكندي، تركيا من 7/8/9 يعني، ما فيش وقت محدد، لكن في هذا الموعد تطلع. أنا حصلت على عرض مشروط من جامعة المكمل في لندن، وهل أقدمها على موقع؟ نعم نعم قدمها، ليش لا يعني، ما دام إذا كانت الجامعة ضمن المنح البنك الإسلامي. في جامعة كامبريدج وجامعات قليلة أعتقد معاهم علاقة معها، فلازم تشيك إذا كان البنك الإسلامي مع جامعة الملكة ماري معهم اتفاقية، فقدم البحث، فقدم القبول، ما لم ما تقدمش أحسن لك يعني. فيه منح مجانية إنجليزية؟ المنح الإنجليزية ما أعتقدش فيه كثير، لأنه ليش يدرس إنجليزي الآن كل شيء متوفر، وتستطيع تدرس أونلاين يعني، تدرس أونلاين كل شيء متوفر، وإحنا نزلنا بالصفحة كل المصادر سواء باليوتيوب وبغير اليوتيوب، ما فيش مانع إنك تتعلم أونلاين يعني، ما يحتاجش منحة. منح وقف الديانة التركي بنزلها إن شاء الله اليوم أو بكرة. إذا أرفقنا التوصية بالعربي وتوصية بالإنجليزي، يجوز يجوز، لكن يعني لازم تكون بلغة واحدة تقدم، هذا يفضل يعني. كيف تسجل في المنحة؟ في الرابط، تدخل الرابط وتقدم بكل سهولة، وفي معانا نموذج للتقديم ممكن تستفيدوا منه.
نعم يا شوقي العبيدي، كل دولة معاها مقاعد معددة، يعني 100 150 منحة في المنحة التركية. عبد الرحمن جاوبتك إنه ما فيش منح كورسات إنجليزية، واللغة الإنجليزية ضروري تدرسها في بلدك أفضل، أو تدرسها أونلاين ذاتي يعني. في البنك الإسلامي إذا في غلط كيف ممكن أقدم من جديد؟ إذا قد أرسلت القبول ما أعتقد عاد تقدر تحذف، ولا تقدر بعد الإرسال يعني، ما عاد فيش يعني، ما فيش تفعيل، ما بل انتظر النتيجة وتوكل على الله. شهادة اللغة الإنجليزية يا رغد لمنحة البنك الإسلامي هي مكتوب إنه مطلوبة، لكن اللي يعرف في العام انقبلوا في منحة البنك الإسلامي سواء عن طريق التعليم العالي التركي أو المنح التركية أو غيرها، ما كان في معاهم لغة إنجليزية وانقبلوا. المقابلة يا منار بتكون باللغة اللي تتقنيها، عربي أو إنجليزي أو أي لغة أخرى. لا يوجد منح لدراسة اللغة الإنجليزية، لا أنا ما أعرفش يعني فيها. شروط منحة البنك الإسلامي إنه معدلك فوق 70، وإنه التخصص حقك بيكون موجود ضمن التخصصات اللي متاحة وبيدعمها البنك يعني. فإيش التخصص اللي تريد؟ شوفه في هل هو موجود أو لا، وقدم على طول، وبعدين بالتوفيق إن شاء الله. إذا أنت تقدمي يا آفاق على جامعتك، ارفقي القبول حقك يعني، ارفقي القبول وقدمي إنه ممكن تدرسي في بلدك يعني. هل بالإمكان تقديم معلومات اللي حابين يدرسوا على نفقتهم في تركيا في مجال تحضير ماجستير ده؟ هذه دراسة يا سناء الأغبري في تركيا رخيصة جدا في الجامعات الحكومية، بمتوسط 200 دولار إلى 300 دولار، 500 دولار، رخيصة يعني اللي على حسابهم الخاص إذا هو حكومي. أما إذا هو خاص في 4000 دولار للماجستير كامل. المدن هي غير المدن الكبيرة كلها بتكون رخيصة. شفاء عبد بالنسبة لرسالة الحافز للمنحة التركية، هل كتابتها باللغة الإنجليزية؟ رسالة الحافز للمنحة التركية تكتبها بأي لغة إلا الدكتوراه، الدكتوراه ضروري يكتبوه باللغة الإنجليزية أو التركية، لكن إذا أنت بكالوريوس ماجستير تستطيع تكتب أي لغة تتقنها يعني. شو اسم الجامعات الفرنسية المتاحة للتقديم من خلال منحة البنك الإسلامي؟ أنا راح أنزل رابط المنح البنك الإسلامي إلى فرنسا اللي هم للجنسيات العربية بإذن الله، وراح تطلع على جميع التفاصيل هناك، لأنه أعتقد ما فيش جامعات محددة، كل الجامعات الفرنسية الحكومية مؤهلة. نعم إدارة أعمال موجودة يا سنة. شهادة إثبات اللغة الإنجليزية كثير من الجامعات بتقبلها يعني، إذا كنت خريج خلال سنتين، وبيعتمد على الجامعة يعني. كل التخصصات موجود فيه منح يا سدي. صفاء أنا تخصص بكالوريوس طب عام وجراحة، وأشتي أكمل دراسات عليا نساء أولادي، كيف الطريق؟ بالنسبة لتركيا، من أجل التخصص ضروري تتقني اللغة التركية، وبعدين تدخلي امتحان معادلة، وبعدين تدريب، وبعدين اختبار التخصص يعني. هذا بياخذ منك حوالي 2 سنين، وإذا تجاوزتي هذه الخطوات تستطيعي عمل التخصص بناء على الكوتا اللي يفتحوها والمقاعد، عندما يتم قبولك بتحصلي على راتب ومجان وأحسن من المنح التركية بكثير يعني. بس محتاجة يا صفاء أقل شيء 2 سنين تحضري لغة ومعادلة وما إلى ذلك. عمر الشيخ، نعم منحة البنك الإسلامي ما زالت متاحة موجودة في الصفحة. هل موجود منح ماجستير لغة عربية؟ أعتقد المنحة التركية فيها اللغة العربية يعني، تستطيع تقدم في المنحة التركية اللغة العربية. يا سامي الأكوع. شيماء عبد الوهاب، بالنسبة للماجستير عادي لو كانت الأوراق مثل سجل الدرجات بالعربية لأي دولة يعني، إذا كانت تركيا أو البنك الإسلامي أعتقد مقبولة يا شيماء عبد الوهاب، لكن إذا كانت الدول أجنبية أوروبا الصين اليابان كل الدول الأخرى ضروري تكون باللغة الإنجليزية.
سامي الأكوع، هذه أديت نقطة مهمة. هل لازم شهادة إنجليزي في المنحة التركية؟ عندما تختار في المنحة التركية حاول تكون دقيق في اختيار الجامعات، لأنه اختيار الجامعات بما يتناسب مع المؤهلات اللي عندك. إذا تريد جامعة إنجليزي ضروري يكون عندك توفل، وفي بعض الجامعات تتطلب للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه GRE، فبالتالي عند اختيار الجامعات في المنحة التركية إذا عندك لغة إنجليزية اختار الجامعات اللي باللغة الإنجليزية. إذا عندك GRE وتوفل أيضا اختار الجامعات اللي بتطلب هذه الشروط، ما لم تجنب هذه الجامعات. يعني في جامعات أخرى ما تطلبش لا إنجليزي ولا شيء لأنها بتدرسك باللغة التركية، وعندما يدرسوك باللغة التركية راح يعطوك سنة تحضيري تدرس اللغة التركية. عبد الرحمن علي البهاني، شكرا لك، وأيضا أهلا وسهلا فيك. ابني قبلوه العام الماضي قبل مبدئي ولا طلب؟ طلب مقابلة، فما هو السبب؟ قبلوه قبل مبدئي، إذا كان من اليمن ما عدوش معاهم مقابلة فقبلوه مباشرة وما عدوش معاهم مقابلة. حميد حسين منيف، نعم تستطيع الدرس على حسابك باللغة الإنجليزية في جامعة حكومية. الجامعات اللي بتدرس باللغة الإنجليزية لها متطلبات مثل التوفل والجي ار اي وبحسب التخصص، وفي جامعات كثير بتدرس باللغة الإنجليزية. في البنك الإسلامي عادي إذا شهادة الميلاد بس بالعربي لأن المعلومات الاسم غير موجودة؟ أكيد أكيد بالبنك الإسلامي وتركيا عادي إذا كانت بالعربي. المنحة التركية بتغلق يوم 20 والبنك الإسلامي يوم 28. الفائزين اليوم إن شاء الله إذا في وقت. عادي السنتين بس المنح تعتمد على المعدل التراكمي. مش منح يا صفا، الطب ما في منح. الطب بعد ما تكملي هذه المعادلة، بعد ما تكملي اللغة والمعادلة وتدخلي اختبار التخصص، بناء على نتيجتك في اختبار التخصص يوزعوك على المستشفيات وتبدأي الدراسة وتحصلي راتب من وزارة الصحة. يعني ما يحتاجش منح ولا يحتاج شيء. وبعدين الطب البشري والطب الأسنان كلهم ما فيش منح كثير، غير الدول مثل الصين تعطيهم لأنهم بيعتبروا التخصص للطب عبارة عن وظيفة. يعني هل جامعة فرنسا الخاصة بتخضع؟ مش عارف هذا، لأنه هنشوف الموقع وبننزله ونفحصه إن شاء الله. هل يفضل التقديم لأي لغة يا سلوان؟ التقديم إذا كانت متاح باللغة العربية قدم باللغة العربية مثل البنك الإسلامي وتركيا، لكن الدول الأخرى كلها متاحة باللغة الإنجليزية. طبعا هذه معظم الاستفسارات الموجودة، فإذا في أي استفسار آخر نشوفه. ما لم أحب أنوه إنه نقطة مهمة جدا ذكرها أحد الأخوة، عند اختيار التقديم في المنح التركية يجب أن تختار الجامعات التي تناسب الشروط الموجودة معك. ما تروح تختار الجامعات الإنجليزية وأنت ما عندكش إنجليزي، أو تروح في مرحلة الماجستير والدكتوراه تختار جامعات بتطلب GRE وبالتالي بتقل فرصة قبولك. بالتالي اختار الجامعات بحسب المؤهلات التي لديك. عندك توفل وعندك GRE اختار أفضل الجامعات. ما عندكش هذه المؤهلات يجب عليك أن تختار الجامعات التي لا تطلب أي شيء وتدرس باللغة التركية، بعدين بيكون القبول فيها باللغة التركية. صفاء يعني ما في دخول، يعني لا لازم على حسابك كل شيء السنتين لو ما تنقبلي. يعني ما فيش منح في تركيا للطب ماجستير ودكتوراه. نعم يا سامي تستطيع تقدم بإفادة. ثنتين بتكفي خطاب توصية يعني. ملفك قوي، خلاص عندك خطاب نية حلو وعندك شهايد ملفك قوي، باقي التوفيق من الله وإن شاء الله توفق يا علاء وقدم على جميع المنح. أنا كاتب كل شيء باللغة العربية التي أتقنها ومن ضمنها خطة البحث، إلا أن خطابات التوصيل دي باللغة الإنجليزية. خلاص يعني قدي موجودة قدمها الحاصل يعني. آية سمير، خيارات الدول مش موجود، إيش من دول في البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي ما طرحش خيارات دول، فأعتقد بيوزعوهم هم أو بيختار الدول، لأنه أو بيكونوا غيروا الآلية لهذا العام بيرسلوها لدولتك تختار أو كذا، مش معروف يعني. إنما اختاروا التخصص وانتظروا النتائج وإن شاء الله توفقوا.
هذا هو حسابي، هذه صفحتي وصفحة الأخوة وإن شاء الله صفحتكم جميعا يا عمر الشيخ، وأي حد عنده أي استفسار يطرحها بالصفحة. الماجستير في الحكومة في الجامعات الحكومية بيكلف كما قلت، مش مختلف، جامعات 200 دولار، جامعات 100 دولار، جامعات 300 دولار. إذا عندك في تركيا، إذا عندك GRE وإنجليزي، الجامعات الحكومية رخيصة جدا لأنها تبحث عن الطلبة المتميزين. الجامعات الحكومية اللي تدرس باللغة الإنجليزية دائما رخيصة جدا، لكن إذا عندك إنجليزي وعندك GRE راح تدرس بكل سهولة، والرسوم تكون 100 دولار أو أقل، لأنه أنا درست بدرس ماجستير في جامعة بالإنجليزي، والدكتوراه ما بتكلفنيش إلا 100 دولار بالسنة، لكن ضروري الجي ار اي واللغة الإنجليزية. نعم، تقدر تقدم للعالم بإفادة إذا بتخلص، بس أعتقد البنك الإسلامي بيطلع نتائج مبكرة في شهر 5 يعني. نعم، الوجه الآخر ممكن تقدم على البنك الإسلامي إذا توفقت، بس إذا ذكرت لهم إنك تدرس فخلاص بيقول لك كمل دراستك، أو ممكن تحصلوا على دعم منهم لإكمال دراستكم في اليمن. الفيزا في صعب يعني، بصراحة في صعوبة، لكن إذا عندكم قبول دراسي يا صفاء في مرحلة الماجستير، في طلاب حصلوا وقد بيبدأوا يدرسوا في تركيا دخلوا. منح البنك الإسلامي تكلمنا عنها، مثل إيش يعني؟ مثل إيش المعلومات يعني؟ منح البنك الإسلامي لكل المراحل بتعطى لليمنيين، في معاهم فرصتين للبكالوريوس اللي هي الدول النامية، وكذلك مرحلة البكالوريوس للدول الإسلامية. فاللي عنده معدل 70 فوق بيقدر يقدم، والتقديم لمنحة البكالوريوس بتختار التخصص بس، وما فيش دولة ولا في شيء. كيف الآلية اللي بيتم البنك مش عارفين، إنما عليكم التقديم والتوكل على الله. روابط المنح بالصفحة يا يزيد، كلها بالصفحة، بس أعمل لك لفة وبتحصل كل شيء بإذن الله. لو طلبوا في منح آخر تقديم في جواز، وأنا عندي بطاقة شخصية، قلت لهم جوازاتهم. لا لا، الجوازات موجودة يا علاء في كل مكان، إذا أنت من اليمن تقصد موجودات تحصل، حتى خرج جواز من صنعاء وقدم به يعني، مش مشكلة. لو ما قدرت بتسافر بعدين حلها، تلاقي تحصلت منها. بالنسبة لمنح ماليزيا، مش عارف ايش اللي حصل بالسنوات الأخيرة، ما فيش منح كثيرة يعني. من حتى البنك الإسلامي للبكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، لكل المراحل. علاء الدين سعيد، يجب أن تكتب اسمك باللغة الإنجليزية كما مكتوب في الجواز يعني، فهذا الاسم مهم جدا يعني، ضروري تعرف اسمك باللغة الإنجليزية. طيب، آخر ملاحظات، كما قلت لكم بأنه عند التقديم للمنح يجب أن تكون مركز في تقديمك، يعني ما تعملش تشتت، وخاصة في المنح التركية، يعني تعمل 6 أو 7 تخصصات، والموتيفيشن ليتر أو رسالة الحافز بتكون عن تخصص واحد، لذلك اكتب رسالة الحافز عن التخصص اللي تود الدراسة فيه. ثانيا، اختر الجامعات التي تناسب المؤهلات والشروط اللي عندك، ما تروح تختار جامعات بتدرس انجليزي او بتطلب GRE وانت ما عندك هذه الاشياء، هذه بتقل فرصتك. ثالثا، اي منحة تشوفها مش مناسبة لك استعد لها للعام المقبل، لأنه المنح مش بالسهل، الناس بتبحث عن الطلبة المتميزين يعني، بيعطوك منحة بيعطوك كل شيء، فبالتالي عليك أن تستعد للمنح استعداد جيد. وإذا ما حالفكش الحظ في البكالوريوس، ادرس البكالوريوس في بلدك وحاول تجيب معدل عالي، وادرس لغة إنجليزية وحضر نفسك، وكل شيء متاح الآن أونلاين، فبالتالي ما فيش أمامكم أي عذر، التعليم أصبح متاح لكم بشكل كبير، أحسن مننا بكثير يعني، لذلك استغلوا هذه الفرصة وقدم على الفرص اللي تناسبك الآن، واستغل نفسك، قدم الوثائق اللي ناقصة عليك للعام الجاي. طبعا في دول كثيرة وفي منح كثيرة جدا،
أنا مخطط إنه نعمل لقاء عبر الزوم لكل دول العالم، بمعنى ممكن ناخذ كندا وناخذ ناس يتحصلوا في كندا ونتكلم على المنح الكندية، ممكن ناخذ فرنسا ونتكلم على كل المنح المتاحة فيها، وناخذهم على دولة دولة بإذن الله. فإن شاء الله راح تستفيدوا من هذه اللقاءات، وبتكون عبر الزوم عشان بتكون الأسئلة مباشرة، وفيكون حوار بين اللي نستضيفهم وبين الأسئلة اللي تردوا عليها. لذلك احنا بنحاول نلخص كل الفرص الموجودة هنا ونجيب على جميع الاستفسارات في لقاءات قادمة إن شاء الله. كما قلت لكم الأسبوع الجاي بنستضيف عبر الزوم ناس من الصين، ويعرفوا كثير عن المنح الصينية، وبيجيبوا على جميع الاستفسارات اللي يريد التقديم للمنح الصينية. هل في أسئلة؟ نعم، اللي قد وصلت لكم ما طلعت لقاء مطلوب في منح رقم الإقامة، كيف يسوي؟ هذول ضروري يختار إنه مش مقيم في تركيا، لأنه إذا أنت في تركيا، وأيضا إذا أنت في تركيا وقدمت على نفس المرحلة اللي عندك قبول فيها ما بتحصلش على المنحة، وإذا ما عندكش إقامة ما تقدرش تقدم. لذلك يجب عليكم أن تختاروا إنه أنتم من خارج تركيا. الدول النامية كلها موجودة، البنح البنك الإسلامي يا سلوان موجودة، نعم في هو رابط واحد لجميع المنح البنك الإسلامي، منح جميع الدول. نعم تستطيع تقدمي لجميع الدول. هذه نقطة مهمة، أيضا في بعضهم لو ما يقدم على منحة ما يقدمش على المنحة الثانية، بيخاف إنه ما تطلع جسمه. لا، قدم على كل الفرص الأخرى، بس ما تقدمش في منحة مرتين بحسابات مختلفة، هذا بيتم الرفض. 70، قلت لك إذا 70 معدل، حاول تدرس في بلدك وحاول تجيب معدل عالي في الماجستير أو في كذا، وبعدين بتحصل، لأنه بال70 أعتقد صعب الحصول على منحة. تقدم تقديم صفاء، لا قدمي مباشرة على منحة البنك الإسلامي وكتب الطب فقط. يعني المنح الكندية كما قلت بيتم استضافة أشخاص وبيتم البحث فيها، وفي لقاء قادم بنتكلم عليه إن شاء الله. لا، حتى إذا أنت في تركيا الوجه الآخر ممكن تقدموا على المنح البنك الإسلامي وإن شاء الله يقبلوكم، يعني إنه عندش قبول، يعني حلو جدا بيكون. في طالب العام انقبلت وهي بتدرس مستوى أول والآن مستوى ثاني في البنك الإسلامي. نعم، لا تغيري إنه مش في تركيا، لأنه لو أنت في تركيا ضروري تدخلي الإقامة، وإذا ما عندك إقامة ما بتقدريش تقدمي على المنح. باقي معنا إحنا ساعة البث، باقي معنا 10 دقائق إن شاء الله وننهي البث. فأي استفسارات أنا موجود. حاجات أخرى اللي هي منح البحثية اللي هي بعد الدكتوراه، هذه متوفرة في تركي في المنحة التركية وفي منح البنك الإسلامي. والبوست دكتور أو ما بعد الدكتوراه هذه بتطلب القبول من مشرف. لذلك الباحثين عن منح في تركيا عن طريق البنك الإسلامي أو المنح التركية لمرحلة ما بعد الدكتوراه يجب التواصل مع الجامعات التي توفر فيها تخصصاتهم، ويحاولوا يحصلوا بروفيسور يشتغلوا معه، بيحصلوا إن شاء الله منحة يا عن طريق تركيا يا عن طريق البنك الإسلامي للتنمية. أعرف كثير طلاب بوست دكتوراه انقبلوا عن طريق هذه المؤسسات. أيضا تذكير مهم جدا إنه اختاروا الجامعات التي تناسب المؤهل والمعدل، مش حتى لو معدلك مثلا 90 أو 91 وتقدم على طب فرصتك قليلة جدا، تمام؟ لذلك حاول تختار تخصص آخر، وتكتب رسالة الحافز مركزة على تخصص معين، وتختار التخصصات اللي متوافقة مع رسالة الحافز، و بيكون إن شاء الله التوفيق من الله في المنح يعني. كما أنوه إنه أعرف طلاب كثير قدموا للمنح التركية ما انقبلوش، لكن قدموا أستراليا وانقبلوا،
قدموا أوروبا وانقبلوا، قدموا كندا وانقبلوا. فبالتالي ما تخلوش تربطوا نفسكم بتركيا، قدم على تركيا وقدم على البنك الإسلامي وقدم على كلها، بس إذا أنت تبحث عن فرصة لا تتركش أي فرصة. كيف أعرف الجامعات التي ما تشترط إنجليزي؟ ما تشترط إنجليزي، عندها عند اختيار الجامعات بتلاحظ في معلومات باللون الأحمر، تضغط عليها بتشوف إيش متطلبات الجامعة. إذا شفت في بيطلبوا إنجليزي أو توفل خلاص خليك من الجامعة هذه. لا لا، خطاب الدافع إذا تقصد المنحة التركية في معاهم مكان ترفق فيه. خانة التقديم الخاصة بإرفاق ملف السيرة الذاتية. عبد الله باحشوان ممكن ترفقه يعني، وليش لا يعني. المنح الهولندية والفنلندية وكل المنح في القاعد قادمة إن شاء الله يا صفا، بنخصص لها يعني لأجل يتم البحث والفائدة، لأنه ضروري نبحث عن كل دولة لحالها، بنشوف كل الفرص المتاحة فيها. الهندسة في قبول أكثر، والإدارة في قبول يعني أكثر من الطب، بس الطب منحهم قليلة والإقبال عليها كثير جدا، يعني الكل يشتي طب، بالرغم إنه يعني في الطب في طلاب أعرفهم من دول كثيرة بيروح يحضر البكالوريوس على حسابه، وبعدين في دول أخرى رخيصة ويدخل تركيا في مرحلة التخصص أو ألمانيا أو غيرها. في البنك الإسلامي هل قبول الجامعات محصورة جامعات دول معينة؟ البنك الإسلامي هو المنح حقه في دول معينة، في المغرب، في تركيا، في فرنسا، في كندا، تركمانستان، دول محددة بيكون المنح حق البنك الإسلامي أو في بلدك يعني. في وأيضا مشترطين إنه في الجامعات المرموقة في تلك البلاد، يعني بيختاروا أفضل الجامعات، مثلا إذا بعثوك لتركيا بيختاروا لك أفضل الجامعات، وهم بيقولوا أفضل 10 جامعات، لكن بحسب ما شفت العام الماضي قبلوا في جامعات ليست من ضمن الأفضل 10، يعني بس جامعات عادية وتم قبول طلاب فيها. بالتالي قدم وتوكل على الله وإن شاء الله توفق يا علي أحمد. شوف باقي التعليقات معنا. كما أذكر إنه الأسبوع الجاي معنا ضيوف بيتكلموا عن المنح الصينية، تفاصيل المنح الصينية كاملة بنتكلم عليها الأسبوع القادم عبر الزوم، عبر الزوم بإذن الله، وراح تستفيدوا منها كثير. فالمهتمين انتظرونا السبت المقبل. لا، في تركيا ما فيش إلا عن طريق اليتبع كل المنح، وفي أيضا بعض المنح يا إيهاب بتبعث اللي هي منح النجاح للطلاب اللي قدهم مسجلين في تركيا. وفي تركيا أيضا منح البنك الإسلامي اللي تكلمنا عنها كثير بيقبلوا في منح البنك الإسلامي لتركيا، اللي هو كما ذكرت في بداية اللقاء العام الماضي 3 أنواع انقبلوا في تركيا عن طريق البنك الإسلامي، نوع حولوهم عن طريق المنحة التركية، ونوع آخر عن طريق التعليم العالي التركي، والنوع الثالث قالوا لهم جيبوا قبولات ومنحتكم جاهزة. بالتالي لتركيا ما فيش اللي يعرفهم أنا غير اليتبة والبنك الإسلامي فقط. طيب أعتقد نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأي استفسار آخر بنجيب عليه في بقية ال5 دقائق المتبقية. أيضا ممكن تتركونا تعليقاتكم حول الصفحة وكيف ممكن تستفيدوا من الصفحة، وإيش اللي ممكن بتشوفوه في البوستات ممكن نعدل فيها، ممكن تستفيدوا أكثر يعني. إذا في مقترحات اطرحوها.
أوكي، تحياتي للجميع. المنح المسابقة اللي تمت من أجل التقديم لمنح تركيا ومنح البنك الإسلامي بنعلن عليها اليوم إن شاء الله بعد البث هذا بإذن الله. كنتم موجودين، هم بيكون حوالي 3 أشخاص من اليمن، بنشوف شخصيتين من غير اليمن، بالرغم من التفاعل من غير اليمن كان فيه من ليبيا بس ما عاد شفت التعليق عليه، مش عارف وين راح، يمكن حذفه كان متقدم. فإن شاء الله بنشوفكم وفي لقاءات قادمة إن شاء الله حول المنح في دول أخرى مثل أستراليا، كندا، الصين، كل الدول الأخرى. ننتظركم إن شاء الله في لقاءات قادمة، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وإن شاء الله كلكم تحصلوا منح، يعني إذا ما حصلتوش في تركيا تحصلوا في أستراليا، في كندا، في أمريكا. أمريكا الآن فتحت وفيها فرص كثيرة جدا، لكن من أجل ما تروح أمريكا ضروري يكون عندك السات لخريجين الثانوية وللدكتوراه والماجستير، لازم يكون GRE وتوفل يعني. فحضر نفسك، إذا ما حصلش المنحة التركية أو منحة البنك الإسلامي ربما يكون نصيبك في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أستراليا، في أي دولة أخرى، ليش لا حاول. بس كما قلت في بداية اللقاء، أولا تعلم اللغة الإنجليزية هي المفتاح الأساسي للمنح، عندما تكون عندك لغة إنجليزية قوية. أيضا إذا سافرت لدولة أخرى زي وجه الآخر موجود في دولة أخرى، أو اجعلها محطة واستفيد منها للانطلاق إلى دول أخرى، أو واستغل المنحة استغلال الأمثل يعني. خالص تحياتي للجميع، وسامحونا على الإطالة، ودعواتكم، ربي يوفقكم جميعا، في رعاية الله.